هناك فجوة وهي عدم وحدة الصف الكردي، فبجهود الرفاق والقادة السياسيين تمت المشاركة لعدة اجتماعات، وتوصلوا الأخوة الكرد باجتماعاتهم الأولى إلى اتفاق سياسي كردي يجمع جميع الأطراف والأحزاب الكردية. هذا الجمع والاتفاق هو بالأول وحدة الصف الكردي، هو قوة لجميع المكونات التي تعيش في الشمال وشرق سوريا من عرب وتركمان وشركز، فلذلك في هذه المرحلة يجب أن يتوحد الصف الكردي من أجل هذه المشاكل. أي مشكلة ندخل عليها بقوة بوحدة الأحزاب الكردية، ويكون السياسيين الكرد كلهم بصف واحد وموقف واحد. التهديدات التركية لشمال العراق، التهديدات التركية لشرق الفرات، التهديدات التركية على منطقة نمبج، التهديدات التركية على ريف إدلب، التدخل التركي في ليبيا، يعني هذه التدخلات التركية والعدوان الفاشي علينا نحن ككرد وعرب وكافة المكونات، يعني يجب الاتحاد ويكون الصف واحد من أجل مواجهة هذا الاحتلال. وعندما نكون مجتمعين ومتفقين على قرار واحد ونكون في صف واحد، نفشل الهجمات التركية والقرارات التركية. ونحن كوجهاء وشيوخ عشائر منبج وريفها نبارك وحدة الصف الكردي، وعندما يتحد الأكراد هذه قوة لنا وخطوة أولى، يعني تكون العشائر العربية إن شاء الله كلها متحدة لهذا العدوان، ونحن كنا إيد بإيد لبناء سوريا.